السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، رجعنا مرة أخرى وياكم. خلينا نشوف هنا إذا عملنا رايت كليك انسبكت ونختار الهيدر. لاحظ هنا أنت عندك الهيدر، أوكي، هذا التول بار باك جراوند تول بار ام دي. إذا قلنا على البوردر كلر، لاحظ هذه القطارة فعلها تكون لون الأزرق على سبيل المثال بهذا اللون باك جراوند. هذا بوردر كلر، سوري، شيل بوردر كلر والباك جراوند خليها باللون الابيض. لاحظ حول لك اياه لون الابيض، اذا اخترنا هذا يحول لك اياه بهذا اللون. اوكي، سو الباك جراوند احنا نريده باللون الابيض، نقدر ناخذ هذا كوبي، نجي على الهوم ونعمله بهذه الصوره. تمام، طبعا نقدر البوردر كلر ايضا نعمله باللون الابيض. سيف، تمام. عندنا ايضا هنا اي ثينك في شيء اسمه نو شادو. وير از ات؟ هذا اتصور بالناف بار. نو شادو يمكن. نو بوردر، اوكي، نو بوردر. لا، I think يمكن بالهيدر لازم نضعها، هي تابعة للهيدر I think، لأن هذه جي لاحظ إنه نايس، نعم تفعل، لأن هي أصلاً عايدة للتول بار. لاحظ no shadow no border حول لك إياه بهذه الصورة، يعني بدل ما أني أضبط السي اس اس وأكتبه وأعمل padding وإلى آخره، يعني أكتب فقط no shadow no border، راح نلاحظ إنه يختفي. أوكي، أوه جاد، نايس. إذا بعد الحالة احنا كملنا جزء آخر، يبقى لنا السيرش. This one. هذا input، هذا input، لأنه راح يضع بها اليوزر input، تمام؟ فنقدر نرجع للبتاع، هنا عندنا الانبوت. لاحظ هنا الانبوت، ممكن آخذ هذا. أوكي؟ بغض النظر كان الانبوت وات ايفر كان، الانبوت راح يكون بعد الصورة، صح؟ فنجي نعمل ناس سيف. هذا input بسيط طبعا بها هنا نضع هذا fixed وإلى آخره، نقدر نضع هنا search I/O input فنضعه هنا and ناخذ هذا فقط، هذا مع كلمة search x. لاحظ هذا label. أوكي، احنا وين نضعهم؟ هنا، المفروض تعرف ليش HTML، ونحذف هذا save. خلينا نشوف. اوكي، لاحظ احنا هذا الانبوت، طبعا هذا لازم يكون بالبليس هولدر. اوكي، فنقدر نقول له بليس هولدر، بليس هولدر يكون اكس. اوكي، بليس هولدر يكون السيرش، تمام، بهذه الصوره، فراح يكون في داخلها. لانه what is this high area؟ اوكي، هذا هو السيرش، نايس. and اوكي، هذا هو السيرش. خلينا نشوف لو عملنا هنا رايت كليك inspect. اوكي، لانه هذا بهذه الصوره تم تصميمه، فهنا راح نحتاج شويه شغل. اصبروا، هنا this is هذا ion place holder، وعندك ايضا الايتم inner وايضا الايتم ion item. ion item من هو هذا؟ اوكي، فالايون ايتم هو يشمل الكل، فاذا جيت على الايتم لاحظ هنا أنا item black مختار. اوكي، لاحظ هنا ال background color، لاحظ كيف يتغير. اوكي، طبعا اكيد هذا اللون بشع، background color، ال background color احنا نريده باللون الابيض. اوكي، and
الفونت سايز ممكن نعمله 2 راح يكون اكبر. لاحظ اصبح اكبر. هذا لو نعمله 1 بهذه الشكل سيرش، اند ممكن نعمله بيكسل بي اكس. اوكي بس اصبح صغير جدا فنقدر نحذف هذا حتى يصير 21. تمام. بوزيشن لاحظ كيف ابسولوت او ريليتد والى اخره من امور. احنا نرجعه للاصلي ريليتد. زين بادينج ليفت، من الليفت هذا هو البادينج انت عندك. بادينج رايت ما عندك انت بادينج رايت. ممكن انه هنا اذا كتبنا 16 بي اكس لاحظ كيف صغر. اوكي اند التوب نحتاج شوي نبتعد عن التوب فنقدر نكتب هنا في الاسفل اي ثينك وينه بادينج توب مثلا 3% or maybe نزيد نسويها نسويها 1 13 يصير. اتصور هذا الشكل افضل او مش 13 كثير 11. جميل padding 11 and border موجود. خلينا نشوف اذا كان البوردر موجود. طبعا هذا ممكن نرفعه حتى يكون السي اس اس اوضح. border غير موجود فنقدر نقول هنا border يكون solid. لاحظ لا هذا ما ينفعنا هنا border. اوكي لانه لازم نضعها في الانر. تمام او ممكن انه احنا نشيل البادينج توب من هذا المكان كنترول سي. اوكي لاحظ اقترب. نقدر نضيفها للصوره نفسها يعني هنا بالهوم هيدر لاحظ البوزيشن ريليتيف بوزيشن بس راح يكون بوتوم صح للاسفل لان اذا وضعناها بادينج توب راح يبتعد من الاعلى. إذا هذا لازم يتحول إلى بوتون. Like this. خلينا نقول لك أنا save مفروض إنه يدفع السيرش للأسفل. لاحظ؟ دفع للأسفل. فإذا هنا راح يكون عندنا حرية. إذا كتبنا هنا border solid لاحظ؟ solid by default ممكن نكتب 2 بيكسل. تمام؟ وايضا 10 بيكسل خلينا نكتب white weight بهذا اللون بس لكن احنا ما نريد هذا اللون احنا نريد اللون الاسود مع تخفيفها. اوكي بهذه الصوره يعني بنفس الشكل هذا يكون بتلاحظ يعني هذا ممكن ايضا اني اخذ البوردر اللون كوبي واجي هنا اعمل باست. اوكي وعندك هنا لا 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 لحظه يا مهون سايز 1 احنا هنا سايز 2 1. اوكي ونحتاج الى بوردر راديوس بوردر border radius هذا الى ايش قد كان مختارين border radius خلينا نشوف هنا اذا اختار border كنا مختارين احنا border radius radius like 3 px. لاحظ كيف صار كيف لاحظ لو ازيدها راح يكون اكثر. لاحظ هذا السيرش اتصور اجمل صح. خلاص border radius بهذه الصوره فاصبحت بهذا الشكل. اوكي لاحظ هنا radius اقل طبعا ممكن انت تعمل اقل بس انا هنا حتى اوضحها لك اكثر حتى تشوف الراديوس كيف يكون. بلس ممكن اني اخفف شوي بعد شوي نايس هالشكل يكون السيرش اجمل لايك ذس.
and shadow. Okay, what shadow we have? This one. Oops. Then px class px and 13px. لاحظ هذا اللون لازم يكون ب تقريبا لاحظ هذا عمل لك شادو، بس هذا الشادو احنا اللي عدنا دبل كليك الشادو عدنا بهذا اللون صح. فاذا نجي هنا وين انت بوكس شادو نعمله بهذا الصوره، لاحظ عمل بهذا الشكل، بس هنا نحتاج لنا شويه تخفيف. اوكي ليش؟ لان هنا عدنا نبدي نخفف بيه. لاحظ 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 كيف بنخفف بيها بحيث ما تحس بالشادو. اوكي او ممكن بهذه الصوره. اوكي وتقدر تخفف من هذا. اوكي فصار عندك السيرش. طيب هذا كله انا احتاجه. كوبي حتى اجي على سي اس اس واعمل بيست. الاشياء اللي يعني غيرتها اتصور اوكي سيف مفروض يبقى نفس الشكل. تدا لاحظ كم هو جميل انه انت تتعدل عليها بحيث توصل للشكل اللي انت تريده. تمام فهنا هذا ايضا البوتون على سبيل المثال ممكن تغيير لونها. اوكي لاحظ هنا الكالر. اوكي لاحظ الفونت كيف يتغير اللون. اوكي بس احنا نريده بهذا اللون. طبعا اكو في اكثر من طريقه انت تغير فيها على فكره، في اكثر من طريقه تغير بيها. هذا يكون في هذا المكان سيف. يلا اوكي نايس. طبعا شيل هذا. لاحظ أصبح بنفس اللون. فتقدر تعمل أكثر من طريقة. خلونا نوقف هنا نكمل الدرس القادم. مع السلامة.